ما هي أعراض الكوفيد 19؟ تبدأ الأعراض عادة بعد أيام قليلة من إصابة الشخص بالفيروس، ولكن بعض الأشخاص قد يستغرق ظهور الأعراض وقتا أطول. يمكن أن تشمل الأعراض الحمى، السعال الجاف بدون بلغم، الشعور بالتعب، آلام العضلات، وصعوبة في التنفس. معظم الناس لديهم أعراض خفيفة، بعض الناس ليس لديهم أعراض على الإطلاق. في بعض الأشخاص يمكن أن يؤدي كوفيد 19 إلى مشاكل خطيرة مثل الالتهاب الرئوي وعدم الحصول على ما يكفي من الأكسجين أو حتى الموت. هذا أكثر شيوعاً في الأشخاص الأكبر سناً أو الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى، بينما يمكن للأطفال الإصابة بالكوفيد 19 يبدو أنهم أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة.